مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل احنا وياكم الليموناده. انا عندي هون بيطلع شي كيلو حامض، غسلتهم ونشفتهم، وعندي هون ليمونتين كمان حضيفهم معهم، حقطعهم بهذا الشكل 4 قطع. ريحتهم بتشهي، نشرب شي مفيد. مستويين الحامض، كل ما يكون الحامض مستوي بتطلع الليموناضة طيبة. كمان الحامض بنحطهم فوقهم. الحامض والليمون بنحطهم فوق بعضهم. هلا انا خلصت تقطيع، حاضف لهم كوبايه سكر، حطها رش على الوجه، وبتركهم لقبل الفطور بشوي. بدعكم وبعصرهم وبنشوفكم كيف الطريقه بتصير. وهلا مثل ما شفتم بعد ما نقعناهم الصبح قريب الفطور، انا حبلش بدعكم بايدي لانه ما بندعك الا بالايد مشان تطلع طعمتهم طيبه. بنعصرهم بهذا الشكل ليخلصوا هيك. شفتوا شو عاملين؟ مي، هودي مش مي، هودي لاني الحامض عملوه لانه نقعتهم بالسكر من الصبح. هلا بس اخلص تعصير بنشوفكم.